شي اسمها العلامي. انا راه غادي صيف شي. يلا استعلى بارك الله. نعطوا الحجره. اهلا وسهلا مرحبا. علامي اسمح لي راه خاف من هذه الاصابه هذه. انا عارفني التغامر كنموت عليه ما عنديش المشكل. صور كل شيء وصل لهنا وزاد. ايه وصل لهاد الاصابه هذه وهرب. الثمن ديال هذه راه الباك هذا يعني فيه الاصاب وفيه تليجه في لاموسليب وفيه البغوش دو سو كاين اللي كيكون فيه بروكر يعني غادي يكون متنوع. الثمن ديالو درت ليه 4000 درهم يعني هاد ثلاثة بياس هادو ثلاثة بياسات هادو 4000 درهم يعني بحال جوج كاشطاس وقفيطين وهاد القفيطين كذلك بغيت ديري تجليله بالحضور راه كيجي. الدريات اللي بغيت نقول لكم اللي بغات هاد الاصابه بوحديتها راه 3500 درهم لا نقاش فيها. انا اصلا مغامر اش قلت لك سمح ما بغاش كاع يصور مع ماشي حضر معايا لهاد الشيء هذا راه واحد الريسك ما نكذبش عليك وانا كنحب المغامرات اصلا في وجوهكم ماشي خساره. هادي دايره 1200 درهم والبغوشي هذا داير 600 درهم اليوم جمعت هادشي كامل وكنقول لك 4000 درهم. باك بغيتي بوحدي هاد اللبسه هادي اختي راه هادي بوحدي تا راه لا نقاش فيها 3500 درهم يعني ما فيهاش نقاش عجباتك بصحتك وراحتك الثمن ديالها راه 3500 يعني 70000 ريال يعني 350000 فرانك انا قلتها هكا وقلتها هكا. اللي بغات تليجه عاوتاني راه بالثمن ديالها واللي بغات هاد القفان عاوتاني كذلك راه بوحدي بحال يمكن 1200 درهم وهنا راه كاين 600 وغتكون 500 درهم يعني غتكون اثمنه مختلفه. بغيت تجمعيهم كاملين غادي نقول لك عاوتاني 4000 درهم. بغيتي بياسه وحده راه انا قلت لك الثمن شنو هو هذا الباك واحد ونتوكلوا على الله خير العالم. انا نسرح لك بسم الله بسم الله انا خير العالم. هذا بالنسبه للقفان لبار ديال اسم شهر اللون اللي بغات اللون اللي عجبت دير ما بغاش تغير هذاك اللون غيروا ليه اللون ما عندناش مشكل حنا تاخذي داكشي اللي رضيك وداكشي اللي محتاجه ليك. هذه هي اللي صعب انا كنعاود نقول لك عاوتاني بغيتي اختي بوحديتها راه ما حيتاش لك مرحبا على راسي وعينيا ولكن 3500 درهم. بغيتي تجمعي الباك كامل 4000 درهم وبصحتك وراحتك ونزيدك حاجه اخرى لا ليبريزون على حساب المحل. هذه التليجه في لاموسلين بغيتي التليجه عاوتاني في لاموسلين بوحديتها غنقول لك 1200 درهم. ها هي هذا الباك رقم واحد بغيتي هذه بوحدي ساره 1200 درهم ونزيدك عاود ثاني القفطان ها هو تا هو نسرحو لك حيت ما غاديش نبقى نسرح لك داكشي الاخر نتمنى داكشي يكون باين واضح. هذا راه القفطان تا هو راه نازل ماشي داك البروكر الواقف ولا شي حاجه هذا راه نازل تا هو تشوفو ها هو كيف كنقول لك راه ما كنعطيكش شي حاجه واقفه ولا مكنفره ها هو وكيرجع لحالته الطبيعيه كيف ما كان مقابل 4000 درهم يعني 80000 ريال. هذا الباك رقم واحد. هذا جوج اخر العلم اللبسه عاوتاني الى الصعب ها هي اربع الاف درهم الى الصعب سكريني مع راسك اختي والثليجه في لاموستين تاهي كذلك 1200 درهم ها هي تاهي فيها لوينات اللون اللي بغيتي يعني نقدرو نغيرو في التحتاني ديالها ماشي مشكل. هذه هي كذلك 1200 درهم يلا صورت شي يومين وثلاث ايام راكم شفتوها وكنزيدك مع عاوتاني القفطان هو هذا خويا العالمي وكنقول لك 4000 درهم ولا بغيتي كل بياسه بوحدها راه مرحبا على الرسول عندنا نحيدو الاختي والو ها 500 درهم ها 1200 درهم ها 3500 درهم بغيت تاخذيهم ثلاثه يعني هنا كنلعب على القف غنقول لك 4000 درهم وبصحتك وراحتك. هذا الباك رقم جوج. ها ثلاثه السي العالمي هذه زواقه واحده اخرى سيف شهاب مختلفه على هذاك الاول اللي دازت وديالنا ما كاينه فشي بلاصه اخرى يعني ترى خديت هذه اللبسه هذه يعني راه خاصه برميسا نتحداك واش تلقاها فشي بلاصه اخرى حتى هي بغيتها كذلك بوحده راه مرحبا على راسي وعينيا 3500 درهم بغيتي باك راه كتاخذيه ب 4000 درهم حتى هو كذلك هذا الى الصعب والثليجه هي اللي سرحت لك دابا. بالنسبه للقفطان ديالك كديري اللون اللي بغيتي انت على ذوقك وكنزيدك مع عاود ثاني قفطان اللي هو بروكار دو سوا ثمن 4000 درهم. هذا الباك رقم 3. وبالنسبة للمحل كما كنقولوا دائما حنا في كازا شارع افغانستان حي الحسني البرنس بالضبط لاصق الباب ديال الجامع كليان جديد اللي باقي ما عارف المحل فين كاين. هذا عاوتاني الباك رقم 4. هذا رقم 4 هنا درت ليه هذا اللون هذا ما بغيتش هذا اللون راه كديري اللون اللي بغيتي اختي ما عندناش مشكل ما غاديش نختلفوا معاك في اللون ولا شي حاجه نبدلوه كيف كنقولوا حنا خير في المساعده ماشي بالضروري الا تاخذي هذا كديري اللون اللي حبيتي انت ما كاينش مشكل. هات لي جاعو ثاني سكريني شويه عليك بلاتي هذا الباك رقم 4 ونزيدك معه ثاني البروكار
نتمنى اختي بالك داكشي واضح، والا ما واضحش لك راه يصوروا لك عاوتاني الدراري والدريات، راه كاين الارقام ديالهم في صندوق الوصف راه يصوروا لك. هذا اي وحده اي هذا رقم 5، اي وحده طلبات شي كوموند في الاخر باش بغا يجمع لنا الكوموند ديال راه يدير لها التصويره وصيفط لها. اييه انك شي اللي طلبت مرحبا، انك شي اللي طلبت راه هو هذاك. ها انت على لون عاوتاني اخو العلام 3500 درهم بوحديتها، بغيتي الباك كامل 4000 درهم. وفيها الحاشيه، نزيدك حاجه اخرى، راه فيها واحد الحاشيه العالمين انتبهوا ليها هنايا، راه كتجي ايفازي بغيت ديرها كذلك حتى في الضوفو، يعني تخيطها في الشكل ديال صاري راه ممكن. بالنسبه للمتراج اختيار 3 متر ونص على متر و 60 تقريبا، وكاينه معها الكيجه عاوتاني. وحتى بالنسبه للقفطاني كنقول لك الا ما بغيتيش هاد اللون راه كتقدري ديري اللوينات اللي كاينين هنا، بغيتي دير هاد الفيغ، بغيتي دير هاد السيال هذا، بغيتي ديري الباج كيف درت انا دابا، اللون ثاني كديري اللون اللي ارتحيتي ليه نتيا. هادي الكليجه كذلك بلون كاسي، انا درت لها هاد الغوز هادي، حتى هادي بغيتي ديري اللون في اللون راه ما عندناش مشكل اختي، نديرو لك اللون في اللون. حامد جايبنا الخمسه. انا اخو العلام شاطه ديال 7000 درهم 8000 درهم دايرين شحال الرقم ديال هذا واش عارف الساد ولا رقم 6؟ وكنقول لك 4000 درهم وكنعطيك معايا التليجه ما كنضيعكش اختي، كنعطيك داكشي اللي واضح وباين هنا، تليجه في البروشي في البروكار في اليسا 4000 درهم، بغيتيها بوحديتها 3500 درهم. هذا باك 7 اخو العالمي رقم 7. ها 7 شوف عاوتاني شنو كاين هنا في القفطان العالمي، التليجه هي نيت نفسها يعني مغير اللون، وهذه كذلك درت لها هاد لوجون. بغيتي ديري حتى البلورو راه ممكن ديري البلورو. انا حبيبي ها قلنا رقم 7 بروكار تيجا هذا 7 ياك، هذا 7 اخو العلام. انا عاوتاني الزوقه صغيره اخو العلام، شوف عاوتاني شنو كنوريك. ها هي رقم 8 واش هي؟ هي 8 رقم 8 اعذرني اخو العلام، نصرح لك عاوتاني تشوف الحسن ديما كيف كنقول لكم الدريات راه ديما كيبقى على دوغك، راه تيول ترونسبارون كتبع القفطان، يعني الدوبلور اللي درتي معاه راه كتمشي لك العبار بتبرسيس راسك راه عبار كبير. ولا بغيتي تشوفها بخيطه راه كاين عند الدراري والدريات يلوحوا لك مخيطه باش تشوف شنو كتشري. خياطه ما تحتاجش تخسري لها شي خياطه يعني غاليه، هي اصلا شاكره راسها اللي حاميه داكشي اللي درتي يجي معاها غير خياطه خفيفه وما تشغليش بالك. باش ما خيطتيها بشي بعدا شدوا البس هنا. شدوا البس الليجه ديالها البروكر سير سير شي هذا رقم 9 اللي غادي من هذا رقم 9 9 عاوتاني شنو درت العالمي هنا بدلت القطان دابا هي هذيك راها نفسها ومعاها التليجه عاوتاني ها هي يعني عرفتوها بلا ما نسرحها لكم بقى نسرح لكم غير الاهم هو الاليسار هذا الاليسار عاوتاني درت معاها البروكر وغيرت اللون هي راه نفس الاولى اللي دازت دابا هذه غير عاوتاني غير تحتاني هنا حبيبي 4000 درهم واللي كليان واجد كيسوي عطاه عرفنا فين كاين راه حنا كاين بحال الحسني شارع افغانستان البرنس وكنخيطو اي حاجه احتاجيتها نوقفو مع اختي مرحبا على الراس والعين هذا الباك رقم 10 شوف عاوتاني شنو كاين برازيليه البلون كاسي انا اختي دوسي عرسك احسن ما كاين باقل ثمن اللي هو 4000 درهم بروكار تليجا خدمه بالدوري واللي صار عاوتاني الا فكرتي بشي لون اخر نصايبو لختي شوية عليك اختي سكريني وخذي وقتك الكافي بغيتي ديري 3 بيس راه ديري 3 بيس بالنسبه للعروسه بغيتي تزيدي لها الفي رويال راه تزيديها الفي رويال بغيتي تخدمي بالدوغي كذلك بغيتي تخدمي حتى بالخضر راه تجي هادي نزيدك عاوتاني هاد التليجه في لاموسلين ونزيدك البروكار وكنقول لك 4000 درهم ويا تشايتي بياسه وحده راه كل بياسه بثمنها
كيف كنقولوا هنا ما لعبناش على البيع والشراء بحال اللي كنقول لك كنلعب على القاط الربح ما كيربح يعني كنحاولوا كنخرج بياسات ثلاثه بياسات ونشد شي بركه قليله. هذا الباك رقم سعود العالمي لا رقم 10 سي بشير 10 10 انا عاوتاني صرف لك اليسار باش يتباك عاوتاني ناقص على شي في الثمن راه بامكان الدراري ملي تيصايبوه ولا راه كنخليو جميع الارقام ديال الدراري والدريات تحت الصندوق لونس راه صايبوا لك اختي باك على قياس برادك يعني في حدود اش ما بغيتي 1500 1800 2000 درهم يعني اللي بغيتي انت صايبوا لك على قياس برادك كيف كيقول. هذا رقم 11 انا عاوتاني الى صعب اي هنا اللون في اللون معاه الثلجه في لاموسلين ها هي هنا والبروكار عاوتاني واضحه العلامه هذه بلا ما نسرح واضحه. انا عاوتاني البلوروا تليجا عاوتاني كذلك كيف كتشوف معايا والبروكار لاصوص البروكار تاورا 3 متر متر ونص في العرض على 3 متر في الطول يعني سواء بغيت دير ايفازار كيجيك ايفازي تلي جاتي كذلك راه عبار كبير الا صعبتي لي كذلك راه عبار كبير. بالنسبه للخدمه اللي ما عندهاش خياط كتقول هادشي زوين وعجبني بزاف وما عرفتش كيف ما عندي مشكل في الخياط اختي ما تحيريش في الخياط راه حنا ملي كنخيطو معاك غير تجي عندنا عيط على رقم ديك الارقام يصيفط لك لوكاليزاسيون ونجيبك حتى لعندنا وحنا نخيطو اختي ماشي مشكل. الثمن ديال هاد الباك هذا راه 4000 درهم بما الي صعب بوحديتها كدير 7000 درهم حتى 8000 درهم حنا ما كنديروش ديك الخدمه نجمع لك هاد الباك كامل وكنقول لك 4000 درهم بغيتيها بوحديتها 3500 بغيتي تدخلي التليجا نقول لك 1200 بغيتي بروكار بوحديته 600 درهم نقول لك 500 درهم. انا عاوتاني هنا درت معاك خدمه اخرى عاوتاني هنا ها هي اللي صابع عاوتاني ديال فلاور ونزيدك مع عاوتاني التليجه واش درت هنا اخر عالمي عاوتاني انا تقلبت نعطيك عاوتاني البغوشي دو سوا ونعطيك عاوتاني جليليبه. هذا الباك مهور حميد بقى كيشوف فيه قال كتشي بزاف هالبيسه صراحه كتشوفها ها التليجه وها البغوشي دو سوا وها الجلابه. هذا عاوتاني كنقول لك 4000 درهم جاتني بزاف هنا شي عاوتاني كامل كنقول لك كنحيد لك 500 درهم فاش غتنقصي انت انا نقصت لك انا اختي درت لك عاوتاني باك حيد لك 500 درهم فهاد الجزء الثاني ابتداء من هنا من قدام راه كله 4000 درهم بغيت هذه عاوتاني بوحديتها كتبو 700 درهم هذا هذا 3500 درهم ياك هذا 3500 درهم في هادي وفي التليجه في لاموسلين ها هي تنسرح لك اخرى العالمي تشوفها ليجا في موسلين هنا وفيها بغوشي اخا العالمي ها هو تنسرحوك تشوفو هذا بغوشي دو سو ها هو وهنا كنقولك 3500 درهم ومع جليبة ديال البرد. هنا اخا العالمي هذا هو كذلك 3500 درهم هاد التليجه يعني جوج سكاشن وقفطان بروكار وديزيكويل و 3500 درهم ولا لي بريزون على حساب المحل يعني تجي حتى لعندك اجوج الباسي هذه راه التليجه تكشيطه وهذه كذلك راه سياس كشيطه 3 متر ونص على متر ونص هنا كذلك عاوتاني راه كاينه 3 متر على متر ونص هذا عاوتاني كوبو عادي راه نورمال كتكون فيه 2 متر ونص على متر ونص. نسرح لك الباسي هما الاهم وكنقول لك 3500 درهم واللي بغى لبسه عاوتاني بوحديته هذه هنا راه 1700 درهم بغيتها بوحديته 1700 درهم بغيتي التليجه هذه هي كذلك بوحديته 1200 درهم. بغيت غير القفطان ديري اللون اللي بغيتي هنا ماشي مشكل على ذوقك لا لا داكشي اللي ارتحيتي ليه ومع العلم حنا ما كنخليوش اللبسه يعني خاصه قفطانه كنديروا لها القفطان اللي يناسبها والقفطان عاوتاني ها هو كذلك 3500 درهم 70000 ريال أربعة أكياس اللي كاين في الباك هنا العالمي عاوتاني هنا جلباسي وقفطان وجلاب
شنو عاوتاني درت معك هذه رفوكولي هذه شفتو يعني 1500 درهم دي بوحديتها 1500 درهم شوف شنو كندير معك اختي هذه بوحديتها 1500 درهم داخله في باك ديال 3500 درهم يعني كنعطيك جوج لباسي كليجا فلا مسلم وكنعطيك عاوتاني هذه تاهي تود تاهي فلاور ديال اليسار وكنعطيك معها البروكار وكنعطيك مع الزهويل وكنقول لك 3500 درهم وكنقول لك لا لا ما تخلصيش توصل الامانه ديالك حتى لعندك ونزيدك حاجه اخرى عاوتاني وليفرور على حساب المحل ونزيدك حاجه اخرى عاوتاني كنعطيك تويب ديال البرد اللي هو دي زيكويل وما كننساش القفطان تاهو كذلك لي بغوشي دو سوا تاهو بروكار دو سوا تاهو كذلك غزال وطيح ونازل هاو وكنقول لك 3500 درهم هانا عاوتاني هادشي اللي خلا حامد بس محمد هرب هانا عاوتاني الكليتر كل نهار وقنا انا وياك والتليزا حنا اللي ما كنحشموش العالمي انتحار انا هادي بوحديتها دايره 3500 درهم كليتر راه ماشي سيراميك ها هي الشيا كليتر القفطان ديالها دغادوسو تليجا في لاموسلين وقفطان عاوتاني بروكار لاسوا وهاد الجلابه هادي صرح لك عاوتاني هادي بوحديتها 3500 درهم انا جاب لك عاوتاني باك وكنقول لك 3500 درهم والقفطان ديالها دغادوسو يعني دغادوسو شحال كيديروا حسب اختي هاك انت قايمي لها ثمنها انا كنجمع هادشي كامل وكنقول لك 3500 درهم بالنسبه للقفطان الحسيني راه ديما كيف العاده يعني الا ما عجبكش راه كديري اللون اللي بغيتي عباره 3 متر ونص على متر ونص نزيدك مع التليجه ها هي شوفي شنو كتشري انا درت ليها الكري هذا بلون كاسي درت ليه الكري وتقدري ديري لون بلون كاسي اللون في اللون بالنسبه للون المفتوحين كاملين يمشيو لك مع التليجه هذه ها هي شوية على السكريني وخذ وقتك الكافي وها القفطان ها هو وجليليبه 3500 درهم 3500 350 الف فرنك ها انت العالم شعل لون عاوتاني اه شو عاوتاني الروفو بغوشي زواق الكمخه وجليليبه ديال البر هذا الباك رقم 19 يعني ما قبل الاخير نصرح لك عاوتاني هذا درت عاوتاني هاد اللوين غزال ولاش شاوتك فشي لوين اخر غدوزي كنت قلت لك عند الدراري اختي راهم يصوروا لك هذا رومي بالنسبه للبنات او تمره يعني اللي كنقولوا مراه كلشي يلبس حلوه تخدم بالارجونتي اللون في اللون بغيتي الطرزه تدخلي فيها شي لوينات راه ممكن العبار ديالها راه في 3 متر ونص على متر ونص كنزيدك معاه رفوكولي كذلك 3 متر القفطان ديالها اللي هو لامي دو سوا فيرفير لامي بوحديتو كيدير 500 درهم العبار ديال التليجه هي كذلك راكم شفتوها وخدمنا فيها علاش حد الكليانت اللي خداوها عندنا راه داير لها 1500 درهم وهذا البروكار هذا ها هو وهذا دي زيكويل 3500 درهم ها انا عاوتاني الروف عاوتاني ها البروكار وهاد دي زيكويل المارو نعطيك عاوتاني واحد الكارنيت اللي هنا زوين بزاف هاد بلو مارين بهاد غوز كيجي غزال بغيتي ديري اللون في اللون ندير لك اختي اللون في اللون انا كنعطيك غير فكره اما داكشي اللي باين راه باين بغيتي ديري اللبسه لونها في لونها راه نديرو لها اللون في اللون ما عندناش مشكل هادي دير روفو وهذا البروكار ها هو باين تا واضح واخا العالمي ياك عندك حاجه اخرى بحال مثلا عاوتاني تي راه كافيار كليتر تي راه زوينه بياسه وحده اللي كاينه ماشي شي حاجه اللي بيعه ولا مجلطه يعني لابسه لابسه بوحديتك كافيار بوحده راه دايره 3500 درهم كنعطيك كلشي هادشي وكنقول لك 3500 درهم ولا البريزور على حسب المحل والامانه ديالك ما تخلصهاش حتى توصل عندك ونزيد لك حاجه اخرى اللي بغيت نقول اخا العالمي دابا هاد التوب هذا باش كتنوعي انت انا درت مثلا هذا بغيتي تغيرها اختي راه ما تبقايش تقولي حقه انا عجباتني اللي يكون غير كان فيها شي لون اخر انا نديرو لها اللون اللي بغيتي هنا هو كاع اللون المغلوق الفير رويال ومشمعه يعني بغيت ديري البوردو بغيت ديري الغوج بغيت ديري النوار اللون اللي تهيتي راه يمشي لك مع حيت التيلا دي ترونسبارون كتبع القفطان القفطان اللي درتي لها كتمشي مع الثمن ديالو هو 3500 درهم والارقام راه غنخليهم تحت الصندوق الوصف واللي بغى يزورنا يحصل لنا الشرف راه حنا كاين بحال حساني شارع افغانستان كازا يعني هي الدار البيضاء في البرانس توصلي عند الجامع يعني راك وصلتي وري صيفط لك الدراري والدريات لوكاليزاسيون مع كلشي الحمد لله في هذا الوقت سهل واللي ما بغاش يجي راه ما كيخلص حتى كتوصل الامانه ديالو حتى لعندو على غير سكريني يشوف الرقم اللي بغا وري صوروه لي فهاد الدراري والدريات ويقتنع ويتشاور مع راسو ومرحبا على راسو العين واللي بغات الي صاحبو خدمه عم نذكركم بها راه 3500 درهم اخر سنه